أصرت فحصلت على ما تريد، فتاة تقول عن نفسها: في المتوسطة جاءتنا مدرسة خلوقة، كانت تدرسني التربية الإسلامية وعلمتني على الدين وعلى الاستقامة وعلمتني على وجوب الحجاب، وسنة كاملة تدرسني. تقول: رجعت إلى البيت فقلت لأمي: يا أمه أبشرك. قالت الأم: بما تبشريني؟ هل هي العلامة الكاملة في الامتحان؟ قالت: لا. قالت: إذن تحصلين على جائزة للنشاط؟ قالت: لا. قالت: إذن أخبريني بالمدرسة، خرجت من المدرسة وتبشريني بما؟ قالت: أبشرك يا أمه بأنني سأتحجب. ماذا؟ سأتحجب يا أمه؟ أجننت؟ ماذا؟ يا أمه أريد الحجاب، أم مجنونة أنت؟ يا أمه لأني سأتحجب صرت مجنونة؟ قالت: نعم مجنونة تتحجبين في هذا العمر، لازلت صغيرة لا تفكري في الحجاب الآن لما تكبرين إن شاء الله. قالت الفتاة: يا أمه أنا الآن كبيرة، أنا الآن بالغة، يا أمي حرام أن أظل بلا حجاب. قالت لي المدرسة كذا، قالت لي المدرسة كذا. تبا لك وللمدرسة، حجاب ما في حجاب. يا أبو فلان شوف فلانة، ماذا تريد؟ تريد أن تتحجب، مجنونة وهي بهذا العمر، ماذا يقول الناس عنها؟ معقدة، متخلفة، إرهابية. ترك عنك الحجاب لما تكبرين إن شاء الله، لما تصيرين عروسة إن شاء الله. بكت الفتاة وراودها الهم والغم، كيف يجبرها أهلها على ترك الحجاب؟ ظنت أنهم سيفرحون، ظنت أنهم سيسعدون، جاءت تبشرهم فإذا بهم يصدمونها بمنعها من الحجاب. ذهبت إلى المدرسة تشتكي لها، وإذا بالمدرسة تطمئنها بأنك إن شاء الله على خير، والله عز وجل سيفرج عنك هذا الهم، اصبري واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. مرت الأيام، انتهت السنة، جاءت السنة الأخرى، وكل ما مر زمن تحاول الفتاة أن تقنع أمها وأباها لكن لا فائدة. حتى وصلت إلى الثانوية، كبرت الفتاة، مرت السنين، وعدتها أمها أنك إذا دخلت الثانوية تتحجبين. دخلت الثانوية ومع هذا الأم تكذب، حجاب ما في حجاب، اصنعي أي شيء إلا الحجاب، خذي أموال، اذهبي للسوق، استمتعي، فعلي كل شيء، حجاب ما في حجاب، فعلي أي شيء إلا الحجاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمه، يا أمه أسألك بالله، الله عز وجل لا يرضى عني. يا أمه لو مت هل تشفعي لي عند الله؟ ما تستطيعين. يا أمه ذاك يوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أريد أن أطيع ربي. يا أمه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أحبك وأحب أبي وسأبركما، ولكن لا تجبراني على معصية الله. حجاب ما في، لا تفكر بالحجاب. مرت السنين حتى جاء اليوم الذي تصر فيه الفتاة: مهما فعلتم فإني لن أذهب إلى المدرسة. ماذا تقولين؟ لن أذهب. ضربتها أمها، قالت: افعلي ما تصنعين، والله لو ذبحتيني لن أخرج من البيت إلا بحجاب. أبوها دخل، قالت: يا أبا فلان، سمعت فلانة إيش تقول؟ ماذا تقول؟ وكان أبوها شديد الغضب، قاسيا شديدا عليهم. قال: ماذا تقول؟ قالت: لن أذهب إلى المدرسة. إيش؟ لن أذهب إلى المدرسة، ولما إن شاء الله؟ حتى أتحجب. مجنونة. دخل عليها الباب مغضبا: ماذا تقولين يا فلانة؟ يا أبي لن أذهب للمدرسة بعد اليوم، ولما؟ قالت: حتى أتحجب. فضربها، صفعها على وجهها صفعة، سقطت الفتاة على الأرض، بكت، صاحت، قال لها: شوفي أنا ما عندي لعب ولا عندي هزل، إذا ما رحت ما ذهبت إلى المدرسة غدا سوف أقتلك، أذبحك، تذهبين وإلا قتلتك. ذهب الأب، أغلق الباب، جلست على فراشها تبكي، قامت تصلي الليل تشتكي إلى الله عز وجل: ربي ماذا أصنع؟ ربي ماذا أفعل؟ يجبروني على معصيتك يا رب. كم من فتاة تعاني مثل هذه المعاناة، أنا أعرف والله كثيرون، حتى تتصل علي فتاة تقول: حتى بعد أن تحجبت تريد أمي أن تنزع حجابي عني. كم من امرأة زوجها لا يريد أن تتحجب، كم وكم. للأسف بعض الرجال ليسوا برجال، وبعض الأمهات لا تستحق أن تكون أما. تقول: ظلت الفتاة تبكي طوال الليل، في الصباح ما ذهبت،
ضربها أبوها يوم بعد آخر، اشتد الضرب. الأم تجلس مع الأب تقول له: يا فلان ما ينفع الضرب، لابد أن تقنعها، كلمها ربما تقتنع. بدأوا يقنعونها حتى الطعام لا تأكل، تجلس في غرفتها صلاة وتنام، لا تأكل إلا الشيء القليل. بعد أيام مرضت، مرضت البنت المسكينة، سقطت على الفراش مريضة، والأب لا زال يصر أن تذهب إلى المدرسة بلا حجاب، حجاب ما عندنا. والبعض منا ربما يستمع لهذه القصة ويتعجب، هل في أسر تفعل مثل هذا؟ والله كثير، والله كثير. كم من آباء وأمهات كانوا سبباً في إضلال وإغواء أولادهم، كم وكم يجبروهم على المعصية. بل أنا أعرف بعض الآباء يسول لابنته المعصية، وبعض الأمهات تفتح لابنتها أبواب الذنوب والمعاصي. للأسف، للأسف هذا واقعنا، وهناك أسر تعيش هذه الحال. طرحت مريضة على الفراش، تسمع القرآن وتقرأ الكتب وتصلي وتركع وتسجد، لكنها مريضة، اشتد بها المرض. مرت أيام وأيام، البنت الفتاة تقول: أحيانا يدخل علي أبي، تقول فأمثل بأني نائمة، خوفها منه، سوف يأتيني ويؤذيني بكلامي، سوف يجبرني على الذهاب للمدرسة وأنا لا أريد الذهاب. تقول: فأصنع كأنني نائمة، تغلق عينيها، تقول: ولست بنائمة. تقول: فإذا بأبي الذي كان يغضب علي ويضربني يأتي فيجلس عندي وينظر إلي وهو صامت. تقول: وفي مرة من المرات نظرت إليه، تقول: فإذا هو قد دمعت عيناه، مسح الدمع من عينيه، تقول: وخرج. تقول: فعلمت أن الله عز وجل سيشرح صدره. تقول: فقمت تلك الليلة وصليت ودعوت الله عز وجل له ولأمي أن يشرح الله صدريهما. تقول: وفي اليوم الثاني، تقول: ما أدري ما الذي يتناقشان به وبما يتحدثان. تقول: وفي اليوم الثاني جاءتني أمي، جلست عند رأسي، قالت: ها كيف صحتك اليوم؟ قلت لها: الحمد لله يا أمه، إن شاء الله أيام وأقوم وأرجع للمدرسة. فقالت لي أمي، قالت لي: يا فلانة لا زلت مصرة على الحجاب؟ قالت لها: يا أمه، والله والله إن الحجاب خير لي، إذا أردتم لي الخير فأعينوني على الحجاب. يا أمه هذا أمر ربي عز وجل وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وشرع ديننا. يا أمه والله إن الخير لي في الحجاب، أعينوني عليه يا أمه. تقول: فابتسمت أمي، ليست من عادتها أن تبتسم في هذا الموضوع. قلت لها: يا أمه لم تبتسمين؟ قالت: اصبري. فنادت أبي: يا أبا فلان تعال. تقول: فدخلت أبي ودخلت أمي وجلسا عندي، فقالت لي أمي: عندي بشارة. قلت لها: تفضل يا أمه أن أبحث عن البشارة. قالت الأم: تعرفين ما البشارة؟ قلت لا. تقول: فأخرجت لي كيسا، وأخرجت من الكيس ثيابا وحجابا، قالت: أنا وأبوك ذهبنا إلى السوق واشترينا لك حجابا وثيابا، من اليوم أنت فتاة محجبة، صدقت وأخطأنا، كنت على الحق وكنا على خطأ، الحق معك يا بنية، الحجاب عفة، الحجاب طهارة، نريدك أن تكوني محجبة. لقد شرح الله صدر أمها وصدر أباها، شرحهما الله عز وجل بصبرها، بثباتها، بتحملها، باستغاثتها بالله عز وجل، بدعائها: أمن يجيب المضطر. لقد بكت وبكت ودمعت عيناها، لكن بكاءها لم يضع هدرا، لكن دموعها لم تذهب هباء. لقد كتب الله عز وجل لها الأجر وحقق لها ما تريد، وهدى الله عز وجل أباها وأمها. من إنه الله، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إخواني أخواتي، أختي الفاضلة، عليك بالحجاب، اصبري، تحملي. ربما الزوج يعارض، ربما الأب يرفض، ربما المجتمع كله لا يؤيد، لكن
أهم شيء أن يرضى الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الخاتمة، وما أدراك ما الخاتمة؟ إذا حسنت فالإنسان على خير، وإن ساءت فيا شر ما سيلقاه. الأعمال بالخواتيم، اجتهد يا عبد الله واجتهد يا أمة الله، فإذا ختم لأحدنا بخاتمة خير فقد حاز خير الدنيا والآخرة إن شاء الله، وإن ختم له بخاتمة سوء فيا ويله، يا ويله، كيف سيلقى الله عز وجل؟